السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة عرض نمرة 2 من شركة شمس لخدمات الكمبيوتر. النهارده بنتكلم في أجهزة استراد فرز أول اتش بي زد بوك. الاتش بي زد بوك في منه ثلاث مواصفات عندنا: الاتش بي زد بوك الجي 3 الاستوديو، والاتش بي زد بوك الجي 3 العادي الفول كيبورد، وفي الاتش بي زد بوك الجي 4. مواصفات الاتش بي الزد بوك الجي 3 العادي اللي هو فول كيبورد، المواصفات بتاعته الكور اي 7 الجيل السادس 6820 اتش كيو، برامات 16 جيجا، هارد 512، وكارت فيجا الام 1000 ام بيبقى 2 جيجا وبيعلى مع رامات زي ما انتم عارفين. اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين. العرض الثاني عندنا من شركه شمس الزد بوك الاستوديو الجي 3. طبعا الاستوديو يا جماعه اجهزه الترا سليم، بيبقى استوديو الزد بوك غنى عن التعريف. طبعا المواصفات بتاعته الكور اي 7 برضو الجيل السادس 6820 اتش كيو، برامات 16 جيجا، هارد 512 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه الام 1000 ام بس ال 4 جيجا، بيبقى 4 جيجا وبيقلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. العرض الثالث من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر الاتش بي الزد بوك الجي 4. الكور اي 7 الجيل السابع 7820 اتش كيو، برامات 32 جيجا دي رام 4، هارد 512 اس اس دي، وكارت فيجا الام 1200 بيبقى 4 جيجا وبيعلى مع رامات برضو زي ما انتم عارفين. طبعا الاجهزه كلها استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين. حاله الزيرو ان شاء الله. ده الزد بوك الاستوديو وده الجي 3 ال15. وطبعا عرض خاص من شركة شمس لخدمات الكمبيوتر، عرض خاص جدا الجي 2 الجي 3 ال15 العادي اللي هو الكور اي 7 الجيل السادس 6820 اتش كيو، الرامات 16، الهارد 512، والفيجا 2 جيجا، سعره 12000 جنيه ان شاء الله، شاحن اوريجينال طبعا. الزد بوك ال15 برضه الاستوديو الكور اي 7 برامات 16، هارد 512، وفيجا 4 جيجا، سعره 14000 جنيه. الزد بوك الجي 4 الكور اي 7 الجيل السابع 7820 اتش كيو، برامات 32 جيجا، هارد 512، وفيجا 4 جيجا، سعره 16000 ونص لفتره محدوده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.